الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استكمل ما بدأناه في الدروس الماضية من شرح لكتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من باب الفتنة التي تموج كموج البحر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا الباب ما اسمه؟ الباب القادم بدون لم يضع له اسم، باب فقط. حدثنا عثمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عبد عن الحسن عن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعن عبد الله بن زياد بن أسد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدما علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى، فقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمار يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. وعن أبي وائل قال: عمار على منبر الكوفة، فذكر عائشة وذكر مسيرها، وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. وعن شعبة أخبرني عمرو: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنذرهم، فقالا: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبقائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. وعن شقيق بن سلمة: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت به غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبك النبي صلى الله عليه وسلم، أعير عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمر: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبكما النبي صلى الله عليه وسلم، أعير عندي من إرضائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود: وكان موسرا يا غلام، هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمار، وقال روحا فيه ما سيأتي أيها الإخوة من الأبواب، يكاد كل الأبواب التي ستأتي إن شاء الله تعالى إلى نهاية الكتاب كلها في ذكر أنواع من الفتن التي تصيب الأمة، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى القواعد المتعلقة بالفتن والأحكام المتعلقة بالفتن وطرق الخروج من الفتن. كل ما مضى كالقواعد للباب، ختم الباب بماذا يا أخوان؟ بأنواع من الفتن التي وقعت أو ستقع على المسلمين. لماذا؟ لأن حينما المؤلف رحمه الله تعالى ذكر القواعد أتى بهذه الأمثلة من باب ماذا يا أيها الإخوة؟ من باب التطبيق. يعني أنت عرفت القواعد وعرفت الطرق للخروج من الفتن، نأتي لك بماذا؟ بتطبيقات وأمور عملية أو أشياء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن لتعاملها بأي طريقة؟ بحسب القواعد المتقدمة. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة أن التاريخ في الغالب يستنسخ أو يستنسخ. كيف؟ بمعنى أنه تغير الشخصيات، تتغير الأزمان، وتتغير الأماكن، لكن في غالب الحوادث أنها متشابهة. فإذا عرف الإنسان القواعد وعرف بعض التطبيقات
العملية التي وقعت في من قبلنا عرف كيف يتعامل مع الفتن إذا وقعت متى؟ إذا وقعت في زمانه. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى قعد القواعد في أول هذا الكتاب من جهة بيان معنى الفتنة وظهور الفتن وأحكام الفتن وطرق التعامل مع الفتن، ثم ختم هذا الكتاب بماذا؟ بأمثلة تطبيقية إما وقعت وإما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع لكي نطبق عليها ماذا؟ لكي نطبق عليها القواعد المتقدمة، مع ذكر بعض الفوائد التي ستمر إن شاء الله تعالى. ومن أول ما أتى به رحمه الله تعالى من الفتن ما وقع بين من؟ بين الصحابة رضي الله عنهم، ما وقع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاه. الآن عرفنا مناسبة هذا الباب وكل ماذا؟ كل الأبواب التي ستأتي، يعني ما عاد يحتاج أن ماذا أيها الإخوة؟ ما عاد يحتاج أن نعيد مناسبة إيش؟ مناسبة الباب إلا لذكر نوع الفتنة، واضح؟ يعني سيأتي مثلا من الفتن الدجال، يأجوج ومأجوج إلى غير ذلك. فقط نذكر أن هذا مثال من أمثلة الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة مثلا الدجال، وهي فتنة يأجوج ومأجوج، وفتنة فيضان المال إلى آخره. فكل الأبواب التي ستأتي أمثلة تطبيقية للفتن التي إما وقعت على المسلمين وإما ستقع على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا أنذر الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنذر الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعدوا على أعمالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نزل أنزل الله بقوم عذابا. قد ينزل عذاب عام على قوم من الأقوام. هؤلاء القوم فيهم من لا ذنب له. طيب، هذا الذي وقع عليه العذاب ممن لا ذنب له، ماذا يكون العذاب بالنسبة له؟ ابتلاء وامتحانا يجب أن يقابله بأي شيء؟ بالصبر. تقدم معنا أيها الإخوة أن الفتنة التي بمعنى الابتلاء والاختبار تقع على أحيانا تقع على المؤمن وعلى العاصي أو على المنافق أو على الكافر، فتكون في حق المؤمن ابتلاء واختبارا، وتكون في حق العاصي والفاجر والمنافق والكافر تكون ماذا؟ تكون عذابا وعقوبة لهم والعياذ بالله. طيب، فإذا نزلت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من البر والفاجر، المؤمن والكافر، ثم بعثوا على أعمالهم. إذا جاء يوم القيامة يبعث أهل الإيمان منهم على إيمانهم ومع المؤمنين، ويبعث أهل الكفر على كفرهم مع الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعطيك مثال على ما سيأتي. إذا أنزل الله، النبي يتكلم عن ماذا؟ عن شيء وقع ولا شيء سيقع في المستقبل؟ فهذا مثال أن إذا رأيت عذاب عام فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وش تطبق عليه؟ تطبق عليه هذا الحديث، واضح؟ مثل ما قلت لكم أنها هذه أمثلة تطبيقية
على الفتن التي ستقع أو التي وقعت. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا إسرائيل أبو موسى، ولقيته بالكوفة، وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما الى معاويه بن كتائب قال عمرو بن العاص لمعاويه: ارى كتيبه لا تولي حتى تدبر اخراها. قال معاويه: من لدلال المسلمين؟ فقال: انا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سموى: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت ابا بكر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وعن محمد بن علي ان حرملة مولى أسامة اخبره قال: قال عمرو: قد رايت حرملة. قال: ارسلني أسامة الى علي وقال: انه سيسالك الان فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الاسد لاحببت ان اكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئاً. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقظوا لي راحلتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. الفتنة التي وقعت بين معاوية وعلي حصل بسببها ماذا؟ القتال بين الصحابة، وانتهت بالقتال بين جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنه. هذا نوع من أنواع الفتن، انتهى بذلك. طيب، نوع الآخر في زمن الحسن بن علي رضي الله عنه، لما بايع المسلمون الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج الحسن لقتال من؟ لقتال معاوية ومن معه. قال: لما سار الحسن قال: حدثنا الحسن، لاحظوا المتن يا السند، قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن. من هو المقصود بقوله قال حدثنا الحسن؟ الحسن هنا أي الحسن البصري. اكتبوا يا أخوان، لأن بعض الناس يستشكل يظن أن الحسن هنا هو الحسن بن علي نفسه. قوله قال حدثنا الحسن أي الحسن البصري. انتبهوا، قال الحسن البصري: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكتائب. ما المراد بالكتائب؟ الجيوش. قال عمرو بن العاص، عمرو بن العاص مع من؟ مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، يعني لا يمكن أن يرجعون إلا أن يفنى كلهم، يعني هم آتوا للقتال ولن يرجعوا إلا قتال. طيب، إذا كان الذين مع الحسن لن يرجعوا إلا حتى يفنى آخرهم، أيضا الذين مع معاوية سيظلون يقاتلون حتى يفنى آخرهم. طبعا هنا رجال وهنا رجال، فإذا تفانى الرجال من وراءهم؟ من سيخلفون وراءهم؟ سيخلفون النساء والأيتام. فانظروا رحمة معاوية رضي الله عنه وأرضاه بالناس وبالمسلمين. فقال معاوية: من لذرار المسلمين؟ إذا تفانى هؤلاء وهؤلاء من يبقى؟ لذلك جنح معاوية رضي الله عنه إلى أي شيء؟ إلى الصلح. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح، ابعث بنا ونصالحه. قال الحسن:
ولقد سمعت أبا بكر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. لما جاءوا إلى الحسن رضي الله عنه جاء بشروطه ثم يقول من يضمن لي؟ فكان عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة ايش يقولون عندنا، يعني يضمنون له شرطه رضي الله عنه وأرضاه. فالحسن رضي الله عنه وأرضاه ترك الخلافة حقنا لدماء من؟ دماء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. وهذا فيه أيها الإخوة فائدة، أن الإنسان إذا جاءت الفتن من أعظم أسباب الخروج من الفتن التباعد عن أمور الدنيا. كلما تباعدت عن أمور الدنيا في الفتن كان بإذن الله في ذلك السلامة لك من الفتن. ثم ساق الحديث الذي بعده أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت أو لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك. أسامة وش قوله في الفتنة؟ تقدم معنا اعتزل، لم يدخل لا مع علي ولا مع معاوية. وأسامة كان مولا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم منهم. فلما أرسل أسامة حرملة مولاه إلى علي أخبره أن علي سيسأله ما الذي خلف صاحبك، يعني لماذا لم يدخل أسامة إيش معي، مع أن المفروض أنه يكون إيش معي، لأن أسامة من آل البيت، لأن مولى القوم منهم. فماذا كان جواب أسامة؟ قال فقل له لو كنت في شدق الأسد. ما هو الشدق؟ هو جانب الفم. الإنسان له شدقان والأسد له شدقان. يقول له أسامة لو كنت في داخل فم الأسد لأحببت أن أكون معك. طيب ما الذي خلفك؟ ولكن هذا أمر لم أره. لاحظوا لم أره وش معنى؟ يعني هذا الذي بلغني اجتهاد، بلغني باجتهادي أو بلغني به اجتهادي، أنا اجتهدت أني لا أدخل معك ولا مع معاوية. لو كان الأمر عندي واضحا بينا لكان إيش؟ لكان لو كنت في وسط فم الأسد لأحببت أن أكون معك، لكن في أمر واضح وبين. أما هذا الأمر فأنا اجتهدت أنني لا أدخل فيه. فلم يعطني شيئا، يعني علي بن أبي طالب لم يعطي حرملة شيئا مع أنه كان مسافر وقدم على علي. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر، يعني ولد عمهم جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، فأوقروا لي راحلتي. وش معنى فأوقروا؟ يعني زودوا، حملوا على راحلته، مع أن علي كان إيش مثل ما نقول أنه زعلان عليهم. فلم يعطيه شيئا رضي الله عنهم وأرضاه لغضبه منهم أنهم لم يدخلوا معه. وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من اجتهد في الدخول مع علي، ومنهم من اجتهد في الدخول مع معاوية، ومنهم من اجتهد في اجتناب والتوقف في الأمر كله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلاف. عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمعا عمر حشمه ولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى حشمه؟ أي جماعته، يعني من خدمه وأهل بيته وعبيده وإمائه.
فالحشم هم جماعة الإنسان الذين يخدمونه. نعم. وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صوب كل غادر لواب يوم القيامة إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كان في الفيصل بيني وبينه. الله أكبر. نعم. وعن عوف عن أبي المنهال قال قال لما كان ابن زياد ومروان الشام وثب ابن الزبير بمكة وثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصر فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلال وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. الله المستعان. الله المستعان. وعن حذيفة بن يمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يتقون. وعنه رضي الله تعالى عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأدنى اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال عند القوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب كما تقدم من باب بيان الأمثلة التطبيقية على وقوع الفتن كيف التعامل معها وهي الفتنة في خلع الإمام وبين الطريقة أنه إذا بويع الخليفة بالإمامة فإنه لا يجوز خلعه ولو فعل ذلك من فعل. يعني عبد الله بن الزبير وغيره في ذاك الوقت حينما قال فوثب ابن الزبير بمكة وثب القراء بالبصرة وكان ابن زياد ومروان بالشام قال فانطلقت إلى أبي برزة الأسلمي إلى آخره. والحديث الذي قبله لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه ولده. لاحظوا ابن عمر احتج بفعل من أو بقول من؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. على من؟ على فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فإذا جاءتك الفتن وظهر لك الدليل الشرعي وجدت من الصالحين من خالف الدليل الشرعي ايش تفعل؟ تتبع الدليل حتى لو كان من أصلح الصالحين. لذلك ابن عمر تابع ابن الزبير ولا اتبع الدليل الذي يعلمه؟ تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الذي يعلمه. وكذلك أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه رحمكم الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. نعم. قوله رحمه الله تعالى باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور يعني يتمنى الحي أنه مكان أهل القبور أنه قد مات من شدة ماذا؟ من شدة الفتن نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على ما سيأتي من الفتن العظيمة التي تصل إلى حد أن المسلم يتمنى ماذا؟
المؤمن يتمنى الموت، واضح؟ وفي هذا أيها الإخوة بيان أن تمني الموت الأصل أنه ماذا؟ منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد الموت لضر أصابه. لكن هذا يستثنى من خشي على نفسه ماذا؟ من خشي على نفسه الفتنة، كما في هذا الحديث وكما في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر عهده لما خشي على نفسه الفتنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب تغير الزمان حتى تقبل الأوثان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب أديات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من صعوان يسوق الناس بعصاه. وهذا أيها الإخوة كما تقدم من باب ذكر الفتن التي ستقع، ذكر المؤلف بعض الفتن التي وقعت ثم سيذكر الفتن التي ستقع. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا سوء الفتن. نعم. سم. قال المؤلف رحمه الله: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشرار الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بالبصرى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يخرج منه شيئا. قال عقبة: حدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. سم. وعن معبد: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان ينشر الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد: حارثة أبو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يقول بينهما مختلف عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرض لي به، يعني لا حاجة لي، لا أرب إلى حاجة. نعم. وحتى يتفاضل الناس في دنيان، وحتى ينظر الرجل بقبل الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يبغيان، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نطحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة نطحته أي الناقة قريبة العهد بالنتاج، يعني التي قريبة العهد بماذا؟ بالإنجاب يعني. نعم. ولتقومن الساعة وهو يريد حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. نعم. يريط أي يطين ويصلح. نعم. باب ذكر الدجال. قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر الدجال. عن المغيرة بن شعبة: ما سأل رضي الله عنه ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أعور عين اليمنى كأنها علبة طافية. هكذا عندكم؟ نعم. ما في حديث أنس بن مالك يجيء الدجال؟ سم كم يأتي إن شاء الله. نعم لا أتي. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. نعم. وعن أبي بكرة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. قال وقال ابو إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله مما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. سبحانه. نعم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صدق الشعر صدق الشعر آدم يعني شديد السمرة. نعم. سبط الشعر ينظف أو يغرق رأسه. سبط الشعر وش معناه؟ الشعر الماذا؟ المسترسل أو اللي الأملس يعني. نعم. أي الشعر المسترسل ليس بالجعد. نعم. أو يغرق رأسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم. ينطف يعني يقطر. ينطف أو يهراق رأسه. ينطف معناه يقطر ويهراق أي يسيل رأسه ماء. نعم. قلت من هذا قالوا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين. جعد الرأس عكس ماذا؟ عكس صبط الرأس. نعم. أعور العين كأن عينه حلبة صافية. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. نعم. طافية أي الناتئة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وهذا فيه الاستعاذة من الفتن ومنها فتنة الدجال. نعم. تقدم معنا الاستعاذة من الفتن. نعم في باب مستقل. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر فقط. ثم فيه يعني في أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني في هذا الباب عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب لا يدخل الدجال المدينة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباق التي كالمدينة المدينة فيخرج إليه يومئذ الرجل وهو خير الناس أو بخيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. لاحظوا هذا الرجل هل شك في الدجال؟ لم يشك بسبب تمسكه بماذا؟
بالأدلة الشرعية بما جاء في السنة عن المسيح الدجال، مع أن المسيح الدجال وش فعل به؟ قتله ثم أحيا. مع قوة هذا الذي فعله الدجال، ما الذي عصم هذا الرجل؟ تمسك بالدليل الشرعي. حينما يأتيك الناس يقولون ثبت عندنا بالتجربة أن الثورات نافعة، ايش تقول لهم؟ تقول وأنا ثبت عندي بالدليل الشرعي أن الثورات غير نافعة، اشبعوا أنتم بدليلكم وأنا أتركوا لي دليلي. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، يهلك الدجال ويهلك أصحاب الفتن والثورات، ويبقى ماذا؟ ويبقى الحق والكتاب والسنة. فلا يهولنك قوة ولا كثرة الباطل، لا يغرك مهما بلغ من القوة، تمسك أنت بالدليل، تمسكت بالدليل سيظهر الله عز وجل لك الحق ولو بعد حين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الضارون ولا الدجال. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنقاب المدينة يعني أبواب المدينة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله. الله أكبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب يأجوج ومأجوج. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وفتح اليوم الرجل يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها يعني إيش؟ السبابة. نعم. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد وهيب 90. كل ما تقدم من الأبواب فيه بيان لما سيأتي من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ومناسبتها كما تقدم تطبيق القواعد التي ذكرها المؤلف في أول الكتاب على كل الفتن لينجو المسلم بإذن الله منها. وبهذا ننتهي من شرح هذا الكتاب المبارك في هذا اليوم الاثنين 16 شهر رجب عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق الثاني من الشهر الرابع لعام 18 و2000 للميلاد، في جامع شريفة العطار رحمه الله تعالى ووالديها، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله بالتوحيد والسنة، سائلين الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا سؤالان. السؤال الأول: هل كل الصحابة الذين دخلوا في الفتنة وصلوا درجة الاجتهاد؟ الجواب: الصحابة الذين دخلوا في الفتنة على نوعين، إما أهل الاجتهاد وإما مقلدون لأهل الاجتهاد. طيب، وبهذا يعلم أنه ماذا؟ كل قام بما أوجب الله عز وجل عليه. المجتهد قام بإيش؟ بما أدى إليه اجتهاده، وغير المجتهد المقلد قلد من أمره الله عز وجل بتقليده بمن يرى أنه أهل للتقليد، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال الثاني يقول: لماذا نلوم شيوخ الربيع العربي مثل القرضاوي وغيره وهم اجتهدوا في هذا الأمر؟ الجواب أيها الإخوة أن الاجتهاد فيما يقابل النص الصريح وش حكمه؟ باطل. فحينما يأتي شخص ويقول الآن بالخروج على الحكام، هل نقول إن هذا من الاجتهاد الذي يعذر صاحبه؟ لا. لماذا؟ لأن الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وطريقتهم تخالف إيش؟ تخالف ذلك كله. فالاجتهاد السائغ الذي يعذر صاحبه له ماذا؟
له شروط وضوابط، من شروطه وضوابطه ألا يخالف النص الصريح من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا على هذا لن نلوم أحدا من أهل البدع، ما دام كل مرة بنقول إيش أنهم إيش أنهم مجتهدون، وهذا الذي أدى إليهم اجتهاد. واضح؟ صلى الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الهدى وفي الفردوس الأعلى من الجنة على طريقتنا يا شيخ. ورقة ها؟ ما عندك ورقة؟ طيب تسمحون أن نخرم القاعدة للشيخ؟ لا بأس. يستاهل. تفضل يا شيخ. حببت أني داعبك الله. خذني بحلمك. نعم. هذا بس سبقنا ولا نفهمنا؟ الله أعلم. وسواء هذا أو هذا، وش يلزمك؟ وش الذي يلزمك؟ سواء أدركته أو لم تدركه، وش اللي يلزمك؟ العمل بهذه القواعد، هذا الذي يهمنا. واضح؟ ودائما أيها الإخوة في العلم نركز على أي شيء، نركز على ما نحتاجه. واضح أيها الإخوة؟ وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي يعرف القواعد التي فيه يعصمه الله عز وجل به من الفتن. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة في جمعية دار البر والقائمين عليها خير الجزاء، فلهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة وفي أمثالها، كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما وأبدا على الهدى وفي الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. وأعتذر إليكم عن إن حصل شيء من التقصير في شرح هذا الكتاب بسبب ماذا أيها الإخوة؟ بسبب قصر المدة، لكن لعل الله عز وجل أن يوفقكم لقراءة الشروح المتعلقة بهذا الباب. فهذا الباب أيها الإخوة وهذا الكتاب لا وهو كتاب الفتن أدعوكم ونفسي إلى قراءته وتدريسه في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن الأخرى، فإنه بإذن الله يا أخوان بإذن الله يعصمكم ويعصم طلابكم ويعصم أتباعكم عن الدخول في ماذا؟ الفتن، وأن يقعوا في الفتن أو يهلكوا بسبب الفتن. وأسأل الله عز وجل أن نجتمع مرة ثانية وثالثة ورابعة على هذا العلم النافع وعلى هذه المجالس المباركة. وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.